السلام عليكم. اللي شايفينها على الشاشة هاي هي الخلية العصبية المكونة لمخ الإنسان. شايفينها كيف بتعطي كهرباء، بتنتقل كهرباء من جزء لجزء. هذا سببه ما يسمى ب action potential، يعني بالعربي جهد الفعل. جهد الفعل هذا لما انت بدك تعمل اشي، مثلا بدك توكل، بدك تشرب، بدك تروح الحمام، بدك او ما بدك تعمل شيء. فهذا مطلوب الاكشن بوتنشال عشان في المخ عشان تقوم بالفعل او لا تقوم بالفعل. فمثلا واحد طرح عليك شيء، سؤال، فبدك تجاوب السؤال، فهذا مطلوب الاكشن بوتنشال. هاي الكهرباء هي التفكير اللي في المخ. فسبحان الله، شايف كيف الكهرباء في مخ. ف يعني هذا يدل على قدرة الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني لو أنت شفت سلك محطوط بالكهرباء ممكن تقول هاي صدفة؟ لا، في حدا عمل السلك، في حدا صنع السلك، وفي حدا حط السلك في الحيط، وفي حدا شبك الدائرة الكهربائية. يعني هاي اللي أمامك دائرة كهربائية. فسبحان الملك، سبحان الملك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه الإشارات بيد من؟ بيد خالقها. يعني لما ربنا بده اياك تفعل او لا تفعل، انت ما راح تستطيع تفعل شيء، ولا انك لا تفعل شيء الا بمشيئة الله، لان هاي الإشارات بيد رب العالمين. القانون اللي بيحتكم له هذه الخلية العصبية هو من خلقه هذا القانون؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت يعني، وهذا يذكرني بقول النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لأنه حتى الإلكترون ما هو إلا عبارة عن طاقة محفزة حسب فيزياء الكم. هذا الإلكترون اللي أنت شايفه بيمشي بالسلك في الخلية العصبية ما هو إلا موجة حسب قوانين فيزياء الكم. هو موجة محفزة، فيظهر في علم في دنيا الجسيمات أنه إلكترون. فأنت بيد الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى كرمك، أعطاك حرية الاختيار. ولا هو لو ربنا بده إياك تفعل ما يشاء ببرمجك تبرمج، وما بتعمل أي إشي إلا اللي بده إياه ربنا. لكن كرمك سبحانه وتعالى، أعطاك حرية الاختيار حتى تختبر. فهاي حرية الاختيار نفسها هي اختيار، هي اختبار. فسبحان الملك، تفكر في هذا، تفكر في مخك وفي هذه الخلية العصبية، وكيف تمر الكهرباء في هذه الخلية العصبية. طبعا ولمن أراد التفصيل العلمي
قال يعني أعود للكتب، يعني في علم الـ نورو ساينس، كتب الطب، هي يعني كتب في الطب للصف الثاني الصف الثالث طب، أعتقد بيأخذ النورو ساينس أو ما يسمى بال نورو فسيولوجي، علم وظائف الخلية العصبية. طبعا الكتب تشرح هذا بالتفصيل، من الايونز تبع الكالسيوم، كيف الايون تبع الكالسيوم بيترتب على غشاء الخلية، وكيف بمر الجهد هذا. طبعا هذه تفاصيل علمية لمن اراد ان يعود للكتب، اما نحن هنا فقط يعني للمسلمين اللي زي حالاتي بسيطين، ننظر إلى الخلق ونسبح رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. يا رب.